الله الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة على فانوس شبه الفانوس اللي انا اشتغلته عليه في الفيديو اللي فات، عشان انا جبت اتنين، عملت واحد بطريقة وهعمل واحد بفكرة تانية خالص. فكرة النهاردة انا عندي طبعا زي ما انتم شايفين الجنب ده فاضي اهو، عشان اوريكم هعمل ايه. انا لزقت هنا، عندي القيمة دي جايباها من صفحة اونلاين، صفحات كتير اونلاين بتبيع قيمات جاهزة، فلزقتها في الجناب كده والزخرفة دي في النص، فهلزق دول كمان في نفس الاتجاه الناحية التانية، ولكن في حاجة مهمة قوي. انا عندي هنا الجزء ده مقوع، يعني مقوس شوية مش ستريت، فبالتالي مش هينفع ان انا الزق دي بالغيرة، عشان لازم افضل ماسكة فترة كده، ممكن بالغيرة ولكن هفضل ماسكة او اشبكها بكليبسات بحيث ان هي تاخد الدوران. وانا لقيت الاسهل ان انا اشتغل بالامير اللي هو انبوبة رفيعة كده بتتجاب من المكتبات، لاصق قوي بصراحة، بس برضو همسكها شوية علشان تمسك في الدوران، لكن ده هيلزق اسرع من الغيرة. وطبعا واحنا بنشتغل بين راعي ان هو ما يجيش على ايدينا، لانه بيمسك بشكل فظيع على الجلد. وبقى ايه، دوري بقى ازاي تطلعيه، فنخلي بالنا كويس قوي. ادي اول قطعة اهي، وطبعا همسكها شوية لحد ما تضبع على المكان وتلزق، والتانية هتكون قصادها بنفس الطريقة اهي، بنفس الطريقة، والقطعة دي برضو هنا بنفس الطريقة. طبعا علشان انا الزق واعمل الموضوع ده هياخد مننا وقت، فعشان كده انا لزقت الناحية التانية وقلت اوريكم في الناحية دي اهو، يعني شوفوا ازاي بتطق ازاي. فلازم اكون ماسكاها فترة، الفترة دي قد ايه بقى الله اعلم. تمام، فانا طبعا انا بس بوريكم الفكرة، وهلزقها براحتي بقى وافضل ماسكاها كده لحد ما تلزق، وهوريكم ايه اللي انا هعمله لحد ما هي تلزق يعني. خلاص لزقت ومسكت، وبقى الحمد لله مسك واخد الدوران بتاع الخشب اهو. عشان كده قلت لكم الغيره مش هينفع، هياخد وقت طويل قوي عشان يمسك، لكن الانبوبه السريعه دي على طول مسكت شويه واخد الشكل في كله. تمام، هاجي بقى هلعب هنا، لا هلعب هنا الاول، هفكر كده مثلا ايه. انا عندي الستانسل ده مش عارفه باين اهو، هشتغل بيه. هو يعني الزخرفة اللي فيه نوعا ما متشابهة، فهشتغل بيه. هنا لا، هشتغل هنا، عندي الخط رفيع بالوحدة الزاوية بتاعته، هعمل الزاوية هنا، وبعدين هروح عاملة كده اخد الضلع ده. تمام، وعندي نفس الزاوية بس مقاس اكبر، هحطها فوق هنا واعملها بالمعجون، بس مش هخلي المعجون بارز قوي،
يعني همسح، هحط وامسح على طول. اهو كده تمام. هاجي هنا هحط الزاوية كده، دي مش مظبوطه، همسحها واظبطها. ولما تنشف، لازم تنشف طبعا، هروح جايه بالخط كده لازم استنى لما دي تنشف علشان الحرف بتاعها يظبط معايا. طب انا دلوقتي هستنى بس ينشف عشان الدنيا تبقى مظبوطه معايا، وفي النهايه هوريكم. انا كده اعمل، احاول ان انا اعمل دي. عشان بس تبقى باين الشكل والفكرة، وانا هكمل لما ينشف. تمام اهو، هعمل كده. وبعدين نفس العمود ده هوصل بين ده وده، بس دي هظبطها لانها ساحت مني مش عارفة ليه. نفس الاطار ده احطه هنا بس لما الدنيا تنشف. اوكي، انا شلت مسحت المعجون بالشكل ده اهو. اوكي، هظبط بقى المسافة بتاعتي. اهي ظبطت، بس طبعا علشان اللون الابيض اللي تحت هو مع التلوين مش هتبان. تمام، هخلص بقى، هوصل المسافه دي والمسافه دي واعمل الزاويه هنا واكمل ونرجع. ده شكله بعد ما عملت، لزقت القايمه وعملت الستانسل من جميع الجوانب اهو. من هنا الشكل ده، من هنا كده مع القايمة اهو. وجيت فوق هنا عملت برضو معجون وشكلته بحرف الفرشة اهو، يدي شكل بس عشان وقت التعتيق يبان. هاجي هلون. انا عندي لون باقي، لون بصراحة كشمير، قلت الون بيه ان شاء الله يبقى
مناسب ويبقى حلو. هلون كله وزي ما احنا عارفين برضو اللي هو الفراغات بتبقى بالدق علشان اضمن ان اللون نزل تحت في الارضية بتاعتي. هلون كله بالمنظر ده من جوه ومن بره وبعدين نرجع وقت التعتيق مع بعض اهو كده. اوكي بالمنظر ده هخلص كله ونرجع مع بعض. بعد ما دهنت هنا كده لما اديت كل الأرضية لون تمام جيت على العالي مسحت. عايزة برضو الخشب برضو نوعا ما يبان. شايفينه أخد لون وفي نفس الوقت اتمسح. عملت في الناحيتين كده. هي الملاحظة دي كنت حابة ايه اوريها لكم. هخلص بقى الدهان ونرجع لبعض. دهنت كله من جوه ومن بره نفس اللون اهو كله كده على بعضه تمام. ابتدي نعمل التعتيق بتاعنا. بس قبل ما اعمل التعتيق هوريكم حاجه. عملت على الازاز بتاعه ستانسل على شكل مشربيه بالشكل ده. المفروض ان انا هحطه جوه. المساحة عندي ضيقة. هيبقى بالشكل ده. هتبقى كده لما الزقها من جوه. اوكي بس حبيت اوريها لكم قبل ما اشطب. هاجي بعد كده هعمل التعتيق بتاعي. هاخد سباي اخضر وهمشي على العالي وبعدين اخد بني وكمان هعمل بالذهبي. كل ده بايديا. انا احب اشتغل بصوابعي. هركز قوي على الحواف بتاعتي. الشكل ده كده.
وكل سنة وانتوا طيبين حبايبي. بكرة ان شاء الله اول يوم رمضان، هعمل بالشكل ده في جميع النواحي، والزق الازاز هنا. انا عامله المعجون برضو فيه عالي وواطي عشان اعرف يلقط الالوان وانا بشتغل عليها. خلص بالطريقة دي بقى كله، ونرجع نشوفه بعد ما يخلص خالص ويتعتق كله، وامشي بالذهبي والاخضر مع البني الخفيف لحد ما اخلصه كله بالشكل ده واكون راضية عن الشكل. هوريه لكم كده. يبقى انا كده هخلص بالشكل ده وارجع لكم اما اخلص كل الجوانب بتاعتي. اوكي يلا اشوفكم بعد ما اخلص التعتيق بتاعي يعني. كده الشكل بعد ما خلصت وعتقت ولونت وركبت الازاز. هقرب بقى وتشوفوا التفاصيل. كده من فوق وادي الازاز بعد ما ركب و عملت عليه السنسل بلون الكشمير. ايه رأيكم بعد ما خلص خالص؟ اتمنى يا رب يعجبكم، والى اللقاء وكل سنة وانتم طيبين جميعاً.